اهلا وسهلا استاذ طاهر ومرحب بكل مشاهدي برنامج حال البلد، وارحب بكم في حلقه جديده. هذه الساعه الاولى مخصصه للحديث عن مرض حمى الشيكونغونيا او حمى الكنكشه التي انتشرت في ولايه كسلا. نحب ان نسلط الضوء على ما يجري هناك، ما هي طبيعه هذا المرض، ما هي حالات الاصابات، ما هي حالات الوفيات، ما هو المجهود الشعبي والرسمي في مجمل ما نسعى اليه هو اظهار الحقيقه وحقيقه الامر وما يحدث هناك لتحفيز الجهات على مد يد العون. في البداية نستمع إلى هذا أو نشاهد هذا التقرير حول الموضوع ونعود لنتحدث. قطع رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى برنامجه الخاص بتسجيل زيارات ميدانية إلى ولايات الإنتاج بالإعلان عن تسجيل زيارة خاصة إلى مدينة كسلا التي تنتج هذه الأيام الأخبار المزعجة جراء الحميات المعروفة شعبيا بحمى الكنكشة. الوالي آدم جماع في حديثه صباحة اليوم لقناة السودانية 24 كان متمسكا بأن الأوضاع تحت السيطرة ولا تستحق إعلان الولاية منطقة موبوءة، وهو أمر لا يتماشى مع نداءات النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من يرون أن كسلا تحتضر. وفي محضر الأرقام يقول الوالي إن عدد المصابين بحمى الشيكونغونيا يناهز 11,000 مصابا، وهو رقم قال إنه ناتج عن تراكم كمي لا يمثل الرقم الحالي للمصابين بداهة، بيد أن أرقام النشطاء تحذر من كون الرقم يفوق بكثير ما يرد في أضابير وإحصاءات الحكومة. ضف إلى ذلك أن عدد الوفيات جراء المرض مما لا يستهان به، هكذا تقول صفحاتهم على منصة فيسبوك. إذن لأجل التضامن مع أهالي كسلة وتجلية التضاد في الموقفين الرسمي والشعبي، ابتعثت سودانية 24 فريقا خاصا إلى الولاية، ثم ها هي تتبع ذلك كله تمحيصا متأنيا لمعرفة الحقيقة. ومن قبل وبعد هي تصلي لباهية المساكن وزهرة المدائن. إذن هذا موضوع هذه الحلقة، وبالفعل الآن على الهواء مباشرة بعد قليل سيكون معنا موفد قناة السودانية 24 راشد نبوة وفريق العمل الموجود في كسلا للحديث حول الموضوع، استطلاعات مع الجهود الشعبية والجهود الرسمية لتبيان حقيقة الأمر. أيضا لزيادة توضيح هذا الموضوع، السودانية 24 كانت هذا الصباح في لقاء مباشر مع السيد والي كسلا آدم جماع ووزير الصحة الولائية عبد الله آدم عباس، تحدثوا لقناة السودانية 24. نفتتح هذا الموضوع بمقتطف مما قاله هذا الصباح، نتابع. الحالات المرضية أكيوريت حاجة بالدقة 10,953 أو 52. المرض حتى أنه يكون ثابت ما وارد بالجهد المبذول في محاربة الناقل. أنا أفتكر التردد زي ما ذكرت في المراكز اللي كان فيها الحميات كانت بكثافة، الآن في مراكز صحية صفرية. ينتقل المرض إلى رقعة جغرافية في المدينة، علما بأنه نحن يعني ربنا حبانا في هذا العام بخريف كبير جدا. معدل خطورة الأمطار في جنوب الولاية يفوق 400 ملي، في أواسط الولاية ب 350 ملي. كل هذه المسائل بتكون مناخ ملائم لنمو النواقل والباعوض، والجهد المبذول أنا أحسب أنه هو جهد يعني يفوق التصور وجهد كبير جدا. ونحن متوقعين إن شاء الله بداية أكتوبر أن نحن ننتهي من الناقل، وإذا انتهينا من الناقل لأنه طبيعة هذا البعوض يختلف من البعوض الناقل للملاريا. هذا البعوض من يتفرغ من بيضة ويطير في حالة الطيران هو يكون حامل الفيروس بتاع المرض. فالبعوض الناقل للملاريا يمكن يصيب يلدغ مصاب حتى بعد ذاك المرض ينتقل إلى الرجل، لكن ده من التفريق وهو طاير يكون حامل ويمشي طوال يصيب الإنسان بهذا المرض. هذه الحميات أنا ما طبيب، لكن الوصف الطبي والتشخيص الطبي هي حميات حضانتها لا تفوق 3 أيام.
العلاج المستعمل فيها مسكنات، والمسكنات والحمد لله احنا في الولاية مخزوننا الدوائي غير لمجابهة هذه الحالة يكفينا لمدة عام. وأنا أفتكر حق أخواني في وزارة الصحة يودوكم للمخزون بتاع الإدارة الطبية، المخزن بتاع الإدارة الطبية أو المستودع الموجود في ولاية كسل، وتحوطاتنا للخريف وتحوطاتنا لموقفنا الدوائي في الولاية. أنا مطمئن مما أقوم به، والأمانة الآن بقوم بها أنا أتقي الله فيها ولا أخاف على نفسي من إنسان ولا منصب ولا كذا. لنعكس تقوم به وزارة الصحة الولائية في ولاية كسلة، أن احنا بنفتكر الدين الواجب، وده أن احنا عمل مسؤولون من الله سبحانه وتعالى، لا نخفي معلومة عن شخص عن المركز ولا عن مواطن، ولكن الذي يتحدث فليتحدث. حتى الآن هو في نداء يقول لك نحن في حوجة إلى دم، من الذي أطلق هذا النداء وما الغرض من ذلك؟ دي كلها مسائل انت في اطار ما يجري الان في الساحه السياسيه السودانيه حللها بطريقتك. هنالك حديث عن حمى نسفيه ايضا انتشر الامر، يكون قد وصل. لا توجد حمى نسفيه، وسجلاتنا نحن في وزاره الصحه في ولايه كسر وفي المستشفيات لا توجد حمى نسفيه. انا الباب مفتوح على مصراعي ل اس 24، ابحثوا واشيثوا ولا نحجب معلومه. هذا الناقل لا يعيش على المسطحات المائيه، كل المواعين اللي بتكون داخل المنازل هو يفرق البيض فيها، ومن ثم بيصل للحالة بتاع الطيران. الرش الضبابي، تم رش الضبابي في أول ظهور هذه الحالات. نجي للمواطن بيفتكر أنه ليه الآن الناس ما رشوا بالطيارات. نحن وزارة الصحة الاتحادية أوفدت مدير الوبائيات أو المسؤول من الحشرات الناقلة للحميات لولاية كسلة قاعد أسبوعين، بعلمه بتخصصه بدراسته بيفتكر أنه هذا الناقل لا يحتاج للرش بالطائرات. وإذا عملنا رش بالطائرات هو هدر للماء. الرش بالطائرات يمكن الناس يحتاج له لما يكون في ذباب، يكون في بعوض ناقل للملاريا، لكن طبيعة هذا الناقل ومحاربته بالمباشرة لتفريغ المواعين تحت المياه، ومن ثم بيكون انتهينا قضية على الناقل. لكن إذا تجيب طيارة على فهم العوام تكون هدر للمال، وما في أي مسألة علمية كأنك أنت تحارب هذا الناقل. هنالك سؤال أيضا انتشر، لماذا لم تعلن الولاية حتى الآن أن هذا المرض وصل لدرجة الوباء؟ الحكومة هي من تعلن ذلك وليس المواطن. أحسب أنه بالتردد الآن عندي، هي حالة لا تستحق أن نعلن أن هذه الولاية موبوءة، وهذا عادي جدا في كل المواسم. الخريف ولما الأمطار تكون عالية في كل بقاع السودان بتكون هناك في حميات، والعدد اللي أنا عندي 10,950، قيسها على نسبة مدينة تعداد سكانها يفوق 600,000 أو 700,000. إذا أخذت 10,953 أو 52 من إجمالي السكان لمدينة كسلة، نسبة ضئيلة جدا، كسر من المية. فأنا لا أحتاج أن أعلن أن هذه الولاية موبوءة ولا فيها حميات. هي مسألة مقدور عليها في إطار المعالجة وفي إطار المتابعة لمحاربة الناقل، توفير الأدوية، توفير الكادر الطبي، ودي كلها مسائل أنا يعني هي مستقرة عندي والحمد لله. طيب، استمعنا لحديث والي كسلة آدم جماع، مجمل النقاط أو أكثر من ذلك كان في الصباح يعني تجدون على مواقعنا الإسفيرية، لكن عاوزين نعرف تفاصيل أخرى من الشارع، المجهودات الشعبية والرسمية والمعلومات التي يمكن أن تكون متداولة هناك في كسلة. لمعرفة التفاصيل أكثر على الهواء مباشرة عبر التي في معي الزميل راشد نبأ وفدنا إلى كسلة. السلام عليكم راشد. راشد إذا كنت تسمعني. أهلا بك تجاني. نعم. وأهلا بكل المشاهدين في برنامج حال البلد، تحية مرة أخرى. نلتقيكم من داخل مدينة كسلة، تحديدا من محلية كسلة. وكما تابعتم في هذا الحوار الذي كان اليوم مع سيد والي ولاية كسلة الأستاذ جماع، يعني يبدو أن الصورة في كسلة ليست كما يشاع في وسائل التواصل
الاجتماعي. هذه هي المحصلة التي نستطيع أن نقولها في ختام هذا اليوم الحافل والطويل جدا من خلال تطوافنا وتجوالنا على عدد من مراكز تقديم الخدمة العلاجية، المراكز الصحية، وأيضا عدد من المستشفيات تكونوا قد تابعتم، والتقائنا أيضا بعدد من المواطنين تجاني. الحركة في كسلة هي حركة طبيعية، لا يبدو أن يعني مسألة حديث عن أن كسلة هي الآن مدينة موبوءة أو مدينة منكوبة، هذا لا يظهر في حركة الناس في شوارع كسلة. نحن الآن متواجدون في الضفة الغربية مباشرة عند مدخل كوبري القاش، مرورا إلى الناحية الشرقية إلى نهر القاش. هذه المنطقة تحديدا تجاني بدأ فيها هذا المرض، مرض الشيكونغونيا، حمى الشيكونغونيا. ولكن دعني أضعك وأضع المشاهدين في آخر المستجدات لهذا يعني لهذه القضية، قضية انتشار مرض الشيكونغونيا في كسلة. اليوم حكومة ولاية كسلة أعلنت عن زيارة مرتقبة غدا لمعالي السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ معتز موسى، الذي سيزور ولاية كسلة غدا في جولة له على عدد من الولايات، ربما يبدأها بمدينة كسلة، بمحلية كسلة تحديدا، للوقوف على مجهودات الحكومة لمكافحة هذا المرض، للوقوف أيضا على الحقائق. ستكون هذه الزيارة في تمام ربما العاشرة أو بعد ذلك بقليل من صباح يوم الغد بمشيئة الله. الكثيرون يعولون على هذه الزيارة كثيرا، لكن أيضا نتحدث تجاني عن أمر آخر، وهو ما كثر الحديث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، عن ظهور وباء جديد. ربما البعض تحدث عن ظهور الإيبولا في كسلة تحديدا، يبدو أن هذا الأمر داخل المراكز تقديم الخدمة العلاجية، المراكز الصحية، داخل المستشفيات، لا وجود لحالة إصابة واحدة بمرض الإيبولا. نحن ذهبنا لعدد من المراكز الصحية، ذهبنا إلى مركز الهداية، وأيضا هنالك مركز آخر يسمى بمركز سكة حديد في غرب القاش، عدد من المراكز. ذهبنا إلى مستشفى كسلة التعليمي بطبيعة الحال. طيب راشد يعني فيما يخص هذا الموضوع لو كنت تسمعني، تحدثنا إلى أشخاص أيضا في مستشفى القوات المسلحة وفي مستشفى راما للأطفال، المستشفى الكويتي، لا كل هذه المراكز وعدد كبير من المراكز لم يسجل وزير حالة الصحة. وزير الصحة قال أن هناك حالة بالإيبولا، هذا نقلها إلى الخرطوم إذا كنت تسمعني راشد. السبب يمكن أن نقول أن الحديث عن الإيبولا حديث غير دقيق الآن في كسلة، ولكن الحديث عن الشيكونغونيا، حمى الشيكونغونيا في كسلة، هو حديث دقيق، وهو حديث به شيء من التضارب بين روايتين، بين إحصائية رسمية تتحدث عن أكثر من 10,900 إصابة، وعن حديث آخر لعدد من الناشطين يتحدث عن ارتفاع العدد ربما لأكثر من 100,000. لا يمكن أن نحكم بين الروايتين أيهما أقرب للصحة، ولكن دعنا نتحدث عن الحديث الآخر عن وجود وفيات في كسلة جراء مرض الشيكونغونيا. أيضا في هذا التطواف استمعنا للجانب الرسمي، الجانب الرسمي يقول أنه لا يوجد حالات وفيات تجاني بمرض الشيكونغونيا. هذه الوفيات هي نتيجة مضاعفات لأشخاص مصابون ربما بأمراض مزمنة، تعرضوا للإصابة بحمى الشيكونغونيا ثم تعرضوا لمضاعفات أخرى أدت إلى الوفاة تجاني. طيب إذا كنت تسمعني يا راشد، أنا حاولت التواصل معك أثناء لم أسمعك تجاني. طيب وزير الصحة قال أن هناك حالة اشتباه بمرض آخر، وكما ذكرت قد يكون الإيبولا أو حمى نسفية لا أدري، لكن تم تحويل الحالة للخرطوم وجاري الآن محاولات الكشف لمعرفة هذا المرض. لكن سؤالي لك هو كيف تبدو أوضاع المبادرات الناشطة على الأرض؟ يعني ما هي الأدوار التي تلعبها حاليا؟ وهل بالفعل أن هذه المنظمات الخيرية والطوعية والشعبية ممنوعة من العمل هناك في كسلة بحسب ما يشاع بأمر من حكومة الولاية؟ راشد
نعم دعني تجاني أبدأ معك تحديدا في مما ذكرته. يعني تحدثنا أيضا للسيد وزير الصحة وتحدثنا للسيد مدير عام وزارة الصحة بولاية كسلة مع السيد عبد الله آدم ومع السيد الدكتور نور الدين، تحدثنا إليهما الاثنين والاثنين يجمعا على عدم وجود حالة إيبولا. حتى الحالة التي تم نقلها إلى الخرطوم هنالك حديث أن هذه الحالة هي لحمى نزفية، ربما وجود حمى نزفية، وأنت تعلم وكثيرون أن الحمى النزفية ظهرت في كسلة منذ العام الماضي، لا أحد ينكر وجود حمى نزفية إلا حديث السيد الوالي الذي أنكر كما تابعتم اليوم ورفض الحديث عن حمى نزفية، ولكن هنالك أوساط تتحدث عن وجود حمى نزفية ولكن لا وجود لمرض الإيبولا. حتى تلك الحالة التي ذهبوا بها إلى الخرطوم عبر إسعاف صباح هذا اليوم ربما تأكد حسب المصادر الرسمية هنا أن هذه الحالة ليست هي حالة إيبولا ولا حتى حالة حمى النزفية. إجابة على سؤالك أيضا الثاني عن دور المبادرات والتنسيق وعن أنه كان هنالك رفض من الجانب الرسمي، أنا كنت أتحدث قبل دقائق من الآن إلى عدد من المبادرات، هنالك مبادرة باسم شباب كسلة، هنالك مبادرات عديدة، هنالك مبادرات تعمل، مبادرة شارع الحوادث مثالا، مبادرات كثيرة تعمل في هذا الحقل وفي هذا المجال في مجال الوقاية وعلاج مرض الشيكونغونيا وحمى الشيكونغونيا. لا يبدو على أرض الواقع أن هنالك عملية منع لهذه المبادرات من تقديم خدمات علاجية وخدمات وقائية. أيضا أمر آخر تجاني في صباح اليوم، ذهبنا إلى مقر تجمع عدد من المتطوعين والناشطين الذين يقومون بالتجمع يوميا للذهاب إلى الأسر التي لا تتمكن من المجيء إلى المراكز الصحية وإلى المستشفيات لتلقي الخدمات العلاجية. هؤلاء المتطوعين يذهبون إلى تلك الأسر. هذه الأسر أيضا تفتح سؤال آخر تجاني عن إن كانت الإحصائية الآن الإحصائية الرسمية تتضمن هذه الأسر المتواجدة في المنازل أم لا؟ هنالك روايتين أيضا، هنالك رواية تتحدث عن أن الجانب الرسمي يضمن هذه الأسر عبر استمارات تسجل من المنازل عبر هؤلاء المتطوعين، وهنالك رواية أخرى تتحدث عن أن الإحصائية الرسمية التراكمية كما ذكرت أو ذكر التقرير قبل قليل هي لا تتضمن هؤلاء وغير مدرجين فيها تجاني. طيب أنا أود أن أسألك عن المجهودات الحكومية التي شاهدتها بأم عينك. الناقل للمرض هو البعوض، هل هناك حملات رش؟ هل هناك ناموسيات؟ بقية وسائل الوقاية، يعني هل تقوم الحكومة الاتحادية بدورها في هذا الأمر سواء كان في الأحياء للمعالجة السريعة أو سواء كان في مراكز صحية والمستشفيات؟ عفوا تجاني أنا لا أستطيع أن أسمعك بوضوح. عفوا أنا أسأل عن المعينات التي توفرها الحكومة للوقاية من المرض أو للعلاج، يعني هل هناك ناموسيات؟ هل هناك وسائل وقاية؟ هل تتوفر الأدوية والمحاليل اللازمة للتحوطات؟ قالوا إن هذا المرض لا يمكن، لا توجد علاجات له ولكن هناك سبل يعني لتخفيف أثاره وأعراضه. ربما هنالك مشكلة في الصوت، لا أستطيع أن أسمعك تجاني. طيب سنجتهد في أن نعود مرة أخرى لكسلة. نعم. راشد ابقى معنا راشد، حنعود لك إن شاء الله لنستطلع الأوضاع زيادة في كسلة. الآن أسمعك. طيب إذا كنت تسمعني أنا أسأل عن مجهودات الحكومة فيما يتعلق بتوفير المعينات، ناموسيات، وسائل يعني طرق الرش للبعوض، باقية وسائل الوقاية. نعم راشد. نعم، في هذا الجانب كما ذكرت أيضا هنالك عدد من الأشخاص الذين قامت الحكومة بالتعامل معهم كمتعاونين معها من سكان مدينة كسلة ومحلية كسلة، يقومون برش بعوض لعدد من الأحياء في مدينة كسلة. ولكن تجاني دعني أضعك في الصورة، يعني عدد من المواطنين يشتكون عن أن هنالك ربما قصور من الجانب الرسمي أدى لتوالد هذا النوع من البعوض الزائجة المصرية والبعوض المرقط الذي يحمل الفيروس لمرض الشيكونغونيا أو حمى الشيكونغونيا. هنالك عدد من الخيران لم يتم ردمها حتى الآن، هنالك عدد من المسطحات المائية التي لم تردم حتى الآن، وعدد من المواطنين يشتكون من أن هنالك ربما تقصير، هذه الحملة الوقائية لا تغطي كسلة بطبيعة الحال ككل. ولكن الجانب الرسمي يتحدث عن أمر آخر، يعني السيد الوالي تحدثنا إليه اليوم، والي الولاية قال إن يعني أنهم لا يستطيعون رش
البعوض، هذا النوع من البعوض جويا، لأنه حسب قوله الوالي يعتبر هذا الأمر هدر للمال. هذا البعوض النوع من البعوض لا يتوالد في المسطحات المائية، يتوالد فقط في أماكن تواجد المياه في داخل أسطح مغلقة تجاني. في 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 خضم هذا الأمر يتحدث المواطنون ربما عن مشكلات كبيرة جدا تواجههم في مسألة مكافحة هذا النوع من البعوض. نعم. الجانب نعم التثقيفي نعم. أيضا للمواطنين نعم. ربما أدى لانتشار عدد كبير من الشائعات طيب. عن وجود طيب. وباءات أخرى، هنالك قصور واضح تجاني من في الجانب التثقيفي للمواطن والجانب التوعوي بأن هذا المرض يسمى الشيكونغونيا أو حمى الشيكونغونيا وليس نعم. أي وباء آخر، وربما الحكومة أيضا أقرت بذلك. طيب راشد، أنا هعود لك إن شاء الله خلال هذه الحلقة بعد أن أتحدث مع ضيف، ولكن أرى من حولك تجمعات البعوض، أرجو احتراسكم أنت وفريق سودانية 24. الأستاذ صالح جمع نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان معي على الخط الهاتفي. السلام عليكم أستاذ صالح. يا صالح إذا كنت تسمعني. ارتداد للصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ صالح، هناك تباين كثيرة في أرقام الإصابات في مدينة كسلمة بين الشعبي والرسمي، أين هي الحقيقة يعني، وما هو السبب في هذا التباين أن يكون هناك أرقام متباعدة جدا بين بعضها ما تعلن عنه الحكومة وما يتم إعلانه في وسائل التواصل الاجتماعي؟ تفضل. طيب اتمنى انه تسمعني بالتلفون، افضل من تسمع من التلفزيون. التلفون افضل. اعيد لك السؤال، في تباين في ارقام الاصابات والوفيات ما بين الجانب الشعبي والرسمي، في ارقام كبيره بتصل لحد 100,000 وفي ارقام في الحكومه بتقول على 10,900، لماذا هذا التباين، هذا التباعد في الارقام، واين هي الحقيقه؟ هل تسمعني استاذ صالح؟ طيب على كل حال انا صوت بعيد، لكن انا اولا حي اول حاجه برنامج حي البلد سودانية 24، بالنسبه لل اول حاجه نحن ندعو لاهلنا في ولايه كسر عمل بالشفاء العاجل، ونرى ربنا يتقبل منه ان شاء الله البلاء والمرض. وبالنسبه لظهور الحميات في مدينه كسلة نفتكر نتيجه واضحه ل وجود الأمطار وبعض المسببات اللي ممكن ذكروها عدد من الداخلين في هذه الفرصة الخاصة وخاصة في برنامج حال البلد. نعم. ونحن في إطار لجنة الصحة وجهة السكان وفي داخل المجلس الوطني نستغل هذا المرض منذ ظهوره في أغسطس 2018، كنا في متابعة مع حكومة الولاية وزارة الصحة على مستوى الولاية، وعلى كذلك عندنا عدد من النواب الموجودين على الكتله البرلمانيه في بدايه كسره، كنا في تواصل دائم وحتى في بدايه شهر اغسطس. وكل الظروف اللي ممكن صاحبت ذلك اشتدت هذه الحالات ممكن تكون في بدايه الشهر هذا الشهر. وكلنا بنعلم جيدا ان هنالك منتجات قدمت كثيره جدا، وهنالك متابعه من المجلس الصحي خاصة من اللجنه مع وزارة الصحة على مستوى الولاية وكذلك على مستوى وزارة الصحة على مستوى الاتحادي. طيب ما هي حقيقة الأرقام يعني الإصابات والوفيات؟ نحن طبعا في علمنا التدخل في الأسبوع الماضي كانت هي عبارة عن تقارير 9,500، والآن احتمال يكون في تقرير الليلة هي 10,000 أو قربت 11,000 في حالة من الحالات المصابة. لكن بالنسبة للتردد الموجود الآن حسب التقرير اليوم من وزارة الصحة ونحن متابعين برضه كذلك عبر أعضاء المجلس الوطني المتواجدين في ولاية كسلة، الآن التردد في بعض المراكز في الجزء الغربي هي الآن انخفضت، يمكن تصل للمرحلة الصفرية أو أقل من 5 حالات أو 3 حالات في اليوم في بعض المراكز الموجودة
نعم. في الجزء الغربي في ولايه كسلا. يعني 2000 حاله خلال اسبوع، بزياده 2000 حاله خلال اسبوع، يعني الا ترى معي استاذ صالح يعني ان هذا الرقم كبير وفي تزايد مضطرد؟ اذا كان في اسبوع يكون في 2000 حاله، لماذا لا تعلن الولايه حاله الطوارئ واعلان ان هذا وباء وانه في تزايد مستمر؟ ما الذي يمنع ذلك؟ والله هي طبعا حاله الطوارئ بصفه خاصه نفتكر اعلانها ممكن لو تعلم النسبه الموجوده هي عالميا، ونفتكر هذا المرض يكون موجود في دول كثيره جدا وظهر في عدد من الولايات في دول شرق اسيا في 2006 و2007، والان النسبه الموجوده هي نسبه 1% من النسبه الكليه. فالان ما دام النسبه الان هي في العمليه بتاعت الاستفاضه والانفساق، انا افتكر ما ممكن نعلن حاله الطوارئ في نسبه بتاعت تدني مرض هو ما ثابت. لذلك السبب الاساسي لوزاره الصحه الاتحاديه هي ما اصدرت قرار او اصدرت بان هي الان المنطقه متكسره، منطقه ممكن يكون فيها وضع غيرها من السمات، لانها نسبه بتاعت العلاج هي نسبه متزايده، وفي نفس الوقت النسبه بتاعت المرض هي منخفضه في جزء كبير جدا من طيب يعني السيد رئيس الوزراء يعتزم تسجيل زياره الى مدينه كسلا، هذا الدور يعني بالدرجة الأولى هو دور البرلمان، يعني حتى قبل أن تهب الحكومة للاستطلاع، يعني لماذا لم يمكن البرلمان هناك بالشكل المكثف والمطلوب؟ زيد على ذلك أن الزيارات للولاية شملت وزير الصحة الأستاذ محمد مصطفى أبو زيد، وزيرة الدولة بالصحة الفريق دكتور سعاد الكارب، بجانب الوفد البرلماني الذي ذهب خلال الفترة الماضية. لماذا لم يكن البرلمان متواجدا بالشكل الكافي لأن يعلن من داخله شيء، أو ليكون أن هناك تركيز من البرلمان على القضية؟ أنا أفتكر البرلمان كان موجود، وعندنا أعضاء في لجنة الصحة والبيئة والسكان في داخل ولاية كسلا، وكذلك رئيس الكتلة البرلمانية للهيئة القومية لنواب كسلا للمجلس الوطني، وعلما بأن المجلس الوطني في الإجازة إن في عدد من الأعضاء في ولاية كسلا الآن موجودين هناك مباشرين، وهم في جزء مبادرة الآن أطلقها السيد رئيس المجلس التشريعي لولاية كسلا، هي مبادرة التشريعيين في كثير جدا من القضايا الموجودة، هم جزء من كل التحركات الموجوده على مستوى ولايه كسلا. نعم. بالنسبه للتحرك الان ممكن يكون لجنه الصحه وجهه السكان بعد التواصل مع الاعضاء الموجودين في تحركاتهم الموجوده الان عشان تسند المعلومات بشكل كامل، اوفدت وكذلك لجنه او وفد ان شاء الله هو الان في طريقه لولايه كسلا، وان شاء الله حيصل وحيتحقق لكثير جدا من المسائل والتحوطات اللي ممكن داعم ل للأعضاء الموجودين هناك مساندا لهم في كل الإجراءات اللي بيقوموها الأعضاء الموجودين على مستوى ولاية كسلا. طيب أنت ترى أن وفق القواعد العالمية وصار يعني في منظمة الصحة العالمية أن إعلان حالة طوارئ أو حالة وباء يتم بناء على إحصائيات وأرقام تفوق 1% الآن موجودة في كسلا، لكن 1% الآن موجودة في كسلا هي 11,000 حالة تتطور بمعدل 2000 حالة كل أسبوع، أليس هذا الأمر مدعاة للقلق؟ هي صح طبعا النسبة العالمية الآن حتى الآن هي ما تعدت النسبة العالمية في إعلان الوباء العالمي، ودي من خلال التقارير الموجودة، وبنفتكر إحنا الآن في ما دام في خطوات معينة وفي انحسار للمرض في شكله الكامل زي ما قلت في بداية حديثي، أنا أفتكر ما ممكن نطلق على الوباء بنفس الشكل، لأننا الآن لا زال النسبة هي في انخفاض وما ثابتة. والان افتكر في بعض القضايا الصحيه والتدخلات الموجوده اذا اتعملت في خلال يومين، انا افتكر حينحسر المرض في جزء كبير في المنطقه الشرقيه، ونفتكر الان هي المجهودات الموجوده على مستوى المركز لتوفر الادويه الموجوده وتوفر وعد كذلك الاهتمام الواضح من الولايه في مساله الشباب او عدد من المواطنين الموجودين بمبادراتهم المختلفه، حيث مساهم كبير جدا في معالجه الامر بالطريقه اللي ممكن تدنى فيها المرض بنسبة سريعة بإذن المولى عز وجل. يعني سمعنا في وسائل التواصل الاجتماعي أن الدعومات التي يمكن أن تأتي من الولايات ومن الخرطوم إلى كسلا رفضها الوالي، وقال أن الولاية لا تحتاج إلى دعومات من الخارج وأن الأمر بسيط. قال أيضا أن كسلا ليست في حياة برعات بالدم، ولمح إلى تورط جهات سياسية في هذه الحملة. في المقابل النشطاء يقولون أن الوالي يريد أن يحتفظ بهذه المعلومات دون إعلانها لأغراض سياسية. لماذا كل هذا الإدراج أو هذا الحمولات في السياسية الموضوع لا يحتمل يعني موضوع مرض ووفيات؟ نحن في البرلمان وصفة خاصة ما ممكن يكون كجهاز رقابي بنفتكر بنمنع معلوماتنا على كثير جدا من الجهات المتعددة،
وبنحترم كل الآراء الممكن والتداول الموجود على مستوى التواصل الاجتماعي، لكن من خلال المتابعة اللصيقة مع جهاز التصليح وإدارة الطوارئ بنفتكر أن الوضع حتى الآن تحت السيطرة بصورة الكلية. أما بالنسبة للتدخل نفتكر المركز إدارة الطوارئ إدارة مركزية، وهناك تدخل من المركز في كذلك دعم الولاية بكل الأدوية الموجودة والمحاليل الوريدية هي الآن الممكن هي تستخدم، وبنفتكر ده جهد كبير جدا من المركز. أما الجهد العام الموجود هو محتاج للعملية بتاعت المشاركة الكلية من خارج الولاية، تمثل في دعم برك الموجود الآن، ونفتكر إن في المياه الموجودة الراكضة، وفي عدد من الجهات عدد من الأماكن ذات فيها البرك هي الآن نفتكر محتاجة الناس تحاول بقدر المستطاع في زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء غدا، ونفتكر تشوف أو تقيس مع المواطن في المسألة بتاعت الحد من المسألة دي بشكلها كويس، ومحاربة الناقل الموجود بشكل كامل. كل الدراسات اللي ممكن هي معمولة بإطار هذا المرض، بنفتكر هذا المرض هو متواجد في داخل الأماكن بتاعت التجمعات الداخلية في المياه، إذا كان الأزيار أو إذا كانت المناطق الراكدة الداخلية، فدي هي محتاجة لجهد كامل للمنطقة، إذا كان على مستوى قفلة المنطقة بشكل كامل جدا. طيب، لمدة أيام. هذا كلام مهم. نعم هذا كلام مهم أستاذ صالح الجمعة، أن أساس انتشار المرض وسببه هو البرك والمستنقعات وما إلى ذلك من أماكن توارد البعوض، مما سبب في هذا الوضع الصحي الذي ترفض الحكومة الاعتراف بأنه كارثي أو أنه يعني حالة طوارئ. ماذا اتخذتم من إجراءات لمحاسبة من تسبب في انتشار المرض من خلال عدم تجفيف البرك أو حتى استخدام مبيدات الرش أو التحوطات المسبقة والتي أدت إلى ظهور هذه الحالات وتكاثرها؟ ما رأي البرلمان في ذلك؟ أولا كالعادة طبعا كل الولايات وكل إدارة الطوارئ في كل الولايات قبل الخريف بتعمل التحوطات اللازمة الممكن هي تستقبل بها الأمطار في عدد من الولايات، ولكن طبيعة المرض الآن أو طبيعة الأمطار في هذا العام ممكن يكون اختلفت من نسبة المشهورة مثلا في عدد من الولايات الموجودة. ولاية كسلة ممكن يكون من الولايات الأثرة جدا بالأمطار في الفترة السابقة اللي ممكن هي أدت لهدم المنازل وعدد من المشاكل الموجودة. طيب، ولاية كسلة تأثر برضه كذلك في الظروف السابقة في العام المقارن بنفس الوضعات الموجودة، وأصبحت التحديات الموجودة فيها. أنا أفتكر الآن بالرغم من كل الأشياء الموجودة والتطورات الحصلت، بنفتكر إحنا الآن محتاجين لعلاج ونحاول بقدر المستطاع نعالج القضايا اللي ممكن على ضوءها تمت فيها المسألة بتاع انتشار الأمراض بشكلها موجود مختلف. المسألة دي بنفتكر هي محتاجة لتكاتف المجتمع عامة، لأن كل البرك الموجودة وغيرها من الرسميات والمسائل الموجودة هي قضايا برضو مجتمعية وقضايا برضو على مستوى الولاية. مستوى حكومة الولاية بدأت بعض الجوانب الموجودة، لكن بنفتكر احنا المجتمع برضو يكون فيه عنده تدخلات اللي ممكن هي تحافظ على سلامة البيئة الموجودة حتى لا تسبب لانتقال الأمراض الموجودة كده. بالنسبة عدد من التواصل الاجتماعي تكلم عن أنه في هنالك أسباب والتسببات والأمراض الموجودة، وهنالك كثير جدا من القضايا الموجودة. كل إنسان طبيعي يقول الكلام ده، كل إنسان الآن هو بيحمل الروح اللي ممكن هو قادر يحمي إنسان كسل بشكل موجود، لكن إحنا من خلال التواصل مع كل الفئات الموجودة على مستوى ولاية كسل، أرضية تشريع المجلس الوطني، أعضاء المجلس الوطني، أعضاء الحكومة، نفتكر الآن وضع تحت السيطرة، وإن شاء الله هترتب المسألة دي في علاج في الظروف الجاية. نعم. عشان برضو كذلك لا زال التحديات موجودة في كثير جدا من المناطق عشان نعمل تحوطات من الولايات الطرفية اللي ممكن عضوها تتداخل. طيب، على ولاية كسل. طيب، كثير من الفلوس. طيب، وصل. شكرا الأستاذ صالح جمعة نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، شكرا جزيلا لك. شكرا. أعود الآن إلى ولاية كسل على هواء مباشرة مع الزميل راشد نبأ مرة أخرى. راشد، يعني الآن السيد رئيس مجلس الصحة بالبرلمان تحدث عن الوقاية وأن يعني حملات التوعية وما إلى ذلك، ما هي الأدوار المنتظرة من الولاية في إصحاح البيئة؟ قبل ذلك يا راشد، ماذا شاهدتم عن البيئة في مدينة كسل بشكل عام؟
نعم تجاني، ودعني أبدأ لك من آخر ما ذكرت عن مشاهداتنا اليوم. هذه المشاهدات لعدد كبير من أماكن، يعني إن كانت حسب حديث أيضا المواطنين، إن كانت هذه الأماكن يعني تتمتع باهتمام رسمي من الحكومة لما يعني توالد هذا البعوض. هنالك حالة كبيرة جدا من وجود المسطحات المائية، بداية من نهر القاش الذي يبدو أنه بدأ في أن يجف الآن بعد فصل الخريف، مرورا بالخيران داخل مدينة كسلة، وأنت تعلم أن كسلة أيضا كمدينة وكمحلية هي مدينة زراعية تشتهر ببعض المحاصيل البستانية وبعض الفواكه أيضا في هذه المدينة، مما يساعد من توالد الذباب والبعوض. كثير من المختصين أيضا الذين تحدثنا إليهم في بعض المنظمات الطبية تحدثوا لنا أن هنالك تعامل من الحكومة بما يشبه عدم الاهتمام الرسمي بالحالة التي تمر بكسلة الآن. تكون قد تابعت تجاني قبل قليل يعني تواجد البعوض وعدد كبير من الحشرات أمام الكاميرا، مما اضطر بنا إلى الانتقال إلى مكان آخر من طريق كسلة، ظن منا أن هذا المكان لا يوجد به بعوض أكثر. كسلة الآن تغط بالبعوض الكثيف والكثير جدا، ولكن الحكومة أيضا وزارة الصحة تتحدث عن أن أنثى الزاعجة المصرية وأنثى البعوضة المرقط أو البعوضة المرقطة هي لا تتمكن من الطيران واللسع ليلا، ولكن البعوض الحامل للملاريا بعوض أنثى الأنوفلس هي بطبيعة الحال هي يعني لديها القدرة أن تتحرك ليلا وصباحا وفي كل الأوقات. هنالك عدد أيضا من حالات الإصابة بالملاريا، ليس فقط حمى الشيكونغونيا، الملاريا أيضا لها وجود، ولكن في المراكز الصحية الوجود الأكبر لحمى الشيكونغونيا. الجانب الرسمي يبدو أن هنالك ضعف واضح وكبير جدا في الاهتمام بمسألة ردم المسطحات المائية والاهتمام بالخيران، وأيضا وجود بعض المناطق العاشبة التي بها يعني أشجار كثيفة جدا. نعم. في منطقة السواقي الشمالية أو السواقي الجنوبية وبعض المناطق المحاذية لجبل التاكا وداخل الأحياء أيضا الأشجار التي تقوم بعد فصل الخريف، هنالك توالد كثيف للذباب وللبعوض الحامل طيب الشيكونغونيا والحامل لمرض الملاريا. طيب، وجيد أن هناك توفر للتيار الكهربائي حتى يلجأ الناس إلى النوم تحت المكيفات والمراحي والهواء. نتمنى أن يكون الإمداد الكهربائي للتيار أقلها في الولاية مستمر بشكل جيد. يعني راشد والزملاء في سودان 24 فريقنا المنتدب هناك، أرجو منكم اتخاذ الحيطة والحذر الكاملة لسلامتكم. شكرا جزيلا لك راشد نبا، موفد سودان 24 إلى ولاية كسلة. شكرا الأستاذ صالح جمعة نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان. كانت هذه محاولة لتسليط الضوء على مرض الشيكونغونيا المنتشر في مدينة كسلة، ومعرفة حقيقة أرقام الإصابات، معرفة حقيقة أرقام الوفيات، معرفة تفاصيل المرض، معرفة المجهودات الشعبية والرسمية، مجهودات العمل الطبي. كل ما يتوفر لدينا هو معلومات من جهات مختصة أو شاهد عيان، كما أفاد زميلنا راشد الذي ابتعث منذ الأمس إلى ولاية كسلة للوقوف حول هذا الموضوع. هذا الموضوع مستمر في نشراتنا، في برامجنا الإخبارية وبرامجنا برامج التغطيات المستمرة عبر السودانية 24 للوقوف على الحالة في كل مكان. أشكركم على المتابعة، أنتقل بكم إلى الساعة الثانية من البرنامج التي يقدمها زميل الأستاذ الطاهر حسن التوم في موضوع الذي ذكر في الترويج لهذه الحلقة. ألتقيكم مرة أخرى، إلى اللقاء.